الحاج كلوف. الحاج كلوف حلقات يكتبها أحمد خير الدين ويخرجها حمودة معالي. لازم تحت في دار عمك الحاج ومشات غير بالك صلي عليها صلاه الزنازه. اي دويو وربي ما نمسلم فيها لو كان اش يصير. يا زين حنا كوره كنا هريكا وزيد له من حينا هذه شيء ما نفهم. لازم نطلعها لو كان شيخ. اسمع اسمع هاو السلوم واطلع انت فرك سخين من ناصر واذا ما لقيتهاش احسب راهي تحت في دار عمك الحاج. يا ناصر يا ناصر اي جي جا اهبط وخليني انا نطلع نشوفها. زين غير ما تطلعش انا قد ما فركست عليها ما دمرش. اسمع طل على دار عمك الحاج وشد عليها مرته ولا خديمته. لا يا اخويا حبوا يعمل لي شوها ويشكي بيها البابا يوك النهار على خاطر القاني نكتب فاهمه على حي الدار شويه اللي كسر لي راسي بعكازه وشكي بيها البابا ورصت لي خصومه وشقلاله. تي بلاش يا هي اهبط بركه هاتا وندبر راسي. قرب قرب سلم له ولي. قرب له يا حماد. لا تكيها على الميزان شويه هكا بتركينه. اي باهي هكا شدوا بيا. ايوه شد مليح هو هابط من فوق السطح وعمك الحاج داخل الزنقة. صحيتو 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 الله عليكم يا شهد. لعنة الله على التربية ما رفع لكم شي شارع وزنقة وليتو تعالجوا فوق السطوح. الأرض ما رفعتكم والسماء ما رفعتكم. ناس بين سلوم زادة باهي يا عم الحاج. والله والله يا عم الحاج احنا خاطين. سمعت يا عم الحاج والله خاطين. اهبط 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 الساعة ومن بعد توا نفهمك انت وهتلتنا اللي معاك. كورتنا يا عم الحاج سطحت يا اخي حبينا نهبطوها. سمحنا يا عم الحاج. سمحنا يا عم الحاج سمحنا يا عايشك. ومين ومنين هالسلوم؟ من دارنا. وهالفرخ عينين ام البويا منين؟ منين؟ من دار ام الحاج. يا عم الحاج يا عم الحاج عايشك يا عم الحاج. اذا جردكم الحاجه اذا جردكم انتم عاملين عصابه لصوص في الزنقه. سلوم منصوب وانتم فوق سطح. انا خدين ما لناش سراق. ما عملنا شيء. ما كمش سراق. اما تتعلموا في السرقه وتعلموا بالسراق كيفاش يطلعوا فوق سطحي. اليوم نتفاهم مع والديكم واذا ما حكموش بيكم فما حاكم يحكم في الكل. ازاي بالسلوم ازاي بالسلوم؟ طيب مانيش نسيبو مانيش نسيبو لما يجيبوك اكل هاكمو هذاك اكل بخل توا قابلتو يشري في القرع ودوما تاكلو بشكاشك القرع ودوما تاجي. ما صحكم ما صحكم يهلككم. مليح مانيش هارب انا يا عاش خليني ندخل سلوم من دارنا وتكون كيشك بابا تلعب معاه. جايب على هربينا. جايب شوف ما الصحة عينه كيف يبرقلي يا عم الحاج. يصبر عليا في وجهه عم الحاج. اش تحب انت يا راس الحصان؟ يعيشك يا عم الحاج اعطينا الكره اللي تحت في دارك ومن اليوم عادش نلعب فيها بزاف. يعيشك يا عم الحاج يعيشك. نعطيك الكره هذا من قدامي ونشكي هو كانه كعبود اقطانيا اسميه هزعه هو الراس مشبشب وقصته طالع هو يعمل في الشوارع. يا عم الحاج اعطينا كرتنا هذا يا عم الحاج وما تدايش بنا يا عم الحاج. بغيتكم علاش تتوحمت؟ واحد راسه كيف راس الحصان والاخر عندك حجر على راسك. عايشك يا عم الحاج. يا ابراهيم يا ابراهيم ما تقوليش ايش بيك يا وليدي؟ عم الحاج سلوم ما عادش يعطيهولي. علاش يشد فيه وخيتي؟ نعرف عليه.
عليه السلوم نتاعو ولا حاجته بيه. اش تقول يالا؟ اش تقول يالا؟ ها؟ ما سمعتنيش اش نقوله؟ ما سمعتنيش اش قلت؟ سيب السلوم وقت الفروق. يا اخي نديدهم عامل عقلك من عقلهم. وانت مقبلة تصحصح فيهم بالدعاء. علاش اش عملولك يا اخي؟ ودي يالا لا بس تطلع عليا ما الروشن نتاعك وتبل وترشق. يا اخي ما شفتش وليدك اش عامله؟ اش عنده عمل ولدي وخيتي؟ انا هدد هو يلعب على روحه مع نديد. يلعبوا فوق سطحي. وسلوهم منصوب لي على حيطي والسقوفات ماشي يهدوها يهدهم اكثرهم. وانت تقول لي ايش عنده عمل وليدي؟ بسم الله على ولدي. زوز يا ابراهيم زوز، خلي ياخذوك السلو وتوا يجيبوه ويفهموا رجال اش تعمل. اي بو زوز على ركب حلو تشوف اش يعمل. كيف ولينا احنا؟ كيف ولينا هكا؟ هاو سلوهم هزوه ومن يجي هاك الشكال اللي مالكك نتفاهم معاه ونوريك الحاجة اش يفعل. بالحرام اللي ما نشعف بيك خلق الله. لكن اش ماشي يقول فمي؟ لو كان فيك خير وناس طيبة باكش النهار الكل وانت فردة ثالثة في الشباك وصنعتك تقيد في احوال جيران الزنقة. وانت هاو راجلك يخليك تشري في طرف القرعة وطرف تسلش كي يعرف عليه. يا ولدي زوز ويزي وانت نقول عاملك سيبني. خليني تفاهم معاهم. حتى وقصمة مع جيران زوز وشوتك مشوهة بجوه ربي زوز. اش تحب قلت لك زوز عطك الجه. زوز يزي من العالم. زوز انت يا شهامك من هي زوز انت؟ واش دخلك في هالخمسة وعشرين؟ زوز على روحك زوز وخليني انا نحارب في عفارة سيدنا اسكندر اللي بلنا بيهم ربي فيها الزنقة. لا ينام ولا يخليهم من هنا. مليح اش قاعد يقف وحدك غادي؟ هاكا الاولاد تفرقوا وكل واحد تخلى لداهم وهزوا سلوا وتفصلت النازلة. هيا زوز يا دي شعرف في زوز. مليح يالا هاني جاي. كيف ظهر لك هكا هاني جاي؟ الله يبارك هاني دخلت. بربي علاش هكا؟ نهار نهاري وانت عامل هكا قيامة واللي يجي يتخسل فيك وما يخليكش علاش تلبس حتى من واحدة هميلة اللي عاملة نفسها زعمة اشياء ذبانة ما ثم في الدنيا كانانة. القات فيك سهم وفيحت فيك. ايش نعمل من يعني؟ انا سكت لها زادة والله زعقت عليها زعقات خليتها ترعش. مالي ما شفتهاش كيف ولات تطل عليها من الشباك وتهرب وانا نصول ونجول. بالله تشدنيش ولا لا؟ انا ما يعجبنيش هالرويق. قالوا الناس لولا لا تحط نفسك مع النخالة لا بربشك تجير. بربي ما تحشمش كيف تعمل فكرك من افكار فروق قد حفظاك. انت ماني نعرفك. كيف قد يلبب نارا ما تضوي كان على البراني. المرأة اعطيها الريح اللي يجيبها ليا وسيبها. عجبك ريقهم؟ عجبك ريق هكلا العزوزة؟ ها اسمح اسمح سمعت؟ اش نسمع؟ اش نسمع؟ الباب يدق وقد تسمعه. ما زالش هي طلع اخرى تطلع لي بيها تو. تسمح يا شو ميخي نكذب عليك انا؟ خليني نشوف. سمعت ما؟ خليني نشوف اشكول. هيا با اشكول. اشكول. هالي جاء لازم ادرش. اشكول. مازالش اش يعملوا؟ اصبر استنى. انا حليت باب الدار بالعجلة على غراده باش نشدك الفلوخ اللي حسبته هما يدقوا وما نفطر كم بالهم اللي ترمى على وجهي وشويه عيني اللي خرجت. خرجهم لي بضوافره. انا نحب الجابوا الهوني واشكون ربطوا من بعبوسه واشكون علقوا في الحلقه تاع باب الداري. يا والله عجب يا والله عجب. ما تعرفش شكون؟ ما هو لازم فرخ من هاك الفروخ اللي دمنا نهار كل وانت تكب فيهم وتطب هاو كاريتش ليكش عمالك معاهم اش خلف لك ريش. عجايب يبدا حرقك عليهم الحليب ولا شنو؟ ها لما تقول لي ها لا كهو
بعد اللي لقاوك انت تشح على طرب وفلس زادوا على ما بيك ولا اش يهمك منهم يلعبوا الكره في الزنقه ولا يهدوا الهدوء ويهدوا حيوطه اش عندك فيهم زايد 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 زيد اقف زيد اقف واخزر لي اخزر لك بعين الشامل واش تحبني نعمل لك حل القطوس من الحلقه حل القطوس من الحلقه وامسح لي هالقماش اللي في وجهي بتربس بريد ولا شكون يعرف شنو هاكلي مازال انا نجم نقربه قطوس قرعي راسه قد اللي عطبو عزه وعينيه تتلاصق باللطف كاينهم جمر ها هشنو واش ذولك تحبوا يكمل يسلتي وجهي كيفك لا يا سيدي دبر على روحك خليها تمها هكاك معلق حتى توا يثبع بوسو ويطيح على روحه وحده يا سيدي يا ابني كلب والله العظيم اوك القطر اوك هرب اوك هرب ارتحت منه هرب يا كلب هرب الساعة كنت نحب نشبع واقف بوالديه بالعكاز اما صح عليه صح عليه وربي يا لو كان نطلع على شكون عمل هالعمله الا ما لحم بخر به في كل زاويه هاك وندق دق 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 لحم بهالعكاز على اي محسوب هو ماهوش ظاهر اللي عمل هالعمله هكا وجهي النازله ظهرت عيط يا بابا يا شكون الظن زعما يجي لباله ويعمل هالعمله ترى راس الجهه ما ثم كان هكا الفرخ ابراهيم ولد الزهره هو اللي مقامرنا وكل مره ما تجينا لذيه الا منه هو ومن امه هاك الجيبوعه الرهدانه تبدا نهارك وطول كانها وهي عبدها هاك شبيبكيت وهي تقيد في حوال الاجوار الكل اي هكا هو هكا هو لازم هي من غير شك انا من نهارة اللي سكنوا فيها العلي المهدود وانا كل ما نخرج ولا ندخل ولا يجيني حد باش نتفاهم معاه في امور تخصني كل مره نهز عيني للشباك نلقاها تطل عليا كاني لا عندها لا ما تحرك ولا عندها ما تقضي اي ما انت تكره اي اش نكره واش نحب ليه مالا ماني نعرفك ما تفنى كان على القلايه وتقرقيش الحوت كيفاش كيفاش عاودها عاود نقولها نقولها ونزيد نقولها ونزيد نعاودها زادا يا لو كان ماكش طالب الشبوك معاها هي هاك الاكل المصفاره فهمت ولا اش لزك نهار نهارين وانت يما تقضي لها ولا تشيلها في اللحم تخيلني ما نعلمش بيك نهار اللي هزيت لها سطل ووصلت لها حتى للبيت هي عاد اش فيها ذاك عاد طفله صغيره بنيتها نلقاها تكالي في سطل ما جايبته من السباله يوزن قدها هزيته وصلته لحتى الباب العلي يا عاد اش بيها الرحمة قطعت من القلوب ولا اش صار لا ما هوش سطل ماء مالا انا سطل اي انت سطل ما في علمك شي بيه سطل اللي فيه دبش الحمام وقت اللي ليلات العين مروحة من الحموم وانت عرضتها قدام السباله بالأمارة وقلت لها صحة حمامك هكا علاش هكا تكيلي فيها سطل وحدك وهزيتولها حتى وصلتولها لباب الدار وانت تتزغدر عليها ياش باش يقول فمي صاحبني ما نسمعش بعمالك هي عاد شبيه عاد اش كان يومئذ اذا كان عاونتها ما هي جارتنا هي جاور عليها ان شاء الله الفريق هكا هو انت مالي نعرفك ديم تغسل عليا ولا شنو العيب اللي صار امرأة مسكينة وليا وهجالة قلت إذا كان الواحد خذاب بخاطرها وجبر لها قلبها تنظنك حقك الحليب عليها ودافع عليها ولا شنو يا لان ما ولا لازم إلا ما شنو إلا ما تضم فمك إلا ما انور هيك شنو إلا ما تولي جهرتك بالقدر هي جهرتي لا هي وين لا 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 ما هيش جارتك في الزنقة تولي جارتك في الدار البيت بالبيت ونوريك هالقعمورة اشي يخرج منه حسرة يا حسرة فاتك ورز جد بابا إلا ما نوريك أما يغلب عقاري ولا عقارك تحب هكا الله يبارك أقعد فيها أنت يا عزوز تجهنم أنا ما نعرفك ما تحشمش أقعد فيها وحدك وجاهد تخيل وجاه وتخيل إلا ما نوريك نساش تعمل برا ريح السد إن شاء الله يدي ما يرد الحاج كلوف بقلم أحمد خير الدين وإخراج حمودة معالي.